أهلا بكم من تكنو بالاس. اليوم راح نوريكم التتبع الصناديق باستخدام التقنية RFID. في كل صندوق متواجد معنا التاج RFID. يتواجد القفص RFID الذي نستخدمه للتتبع الكراتين. خلينا نشوف مع بعض إيش الأدوات اللي نستخدمها نحن للتتبع الكراتين. في السطح كما ترون متواجد الأنتين والقارئ، هذا الذي يساعدنا في قوة القراءة. وفي الجوانب متواجد معنا السنسر في حيث المرور. خلينا نشوف مع بعض السيستم اللي نستخدمه للتتبع الكراتين. والآن سوف أشرح السيستم اللي نستخدمه للتتبع الكراتين. السيستم اللي نستخدمه للتتبع الكراتين هو بسيط جدا. كما ترون هنا الضوء الأخضر يشير لنا كل المعثور فيه، أما الضوء الأحمر يشير لنا كل المفقود. خلينا نجرب اختبار صغير معا، هيا بنا. والآن سوف نقوم برؤية النتيجة معا. كما ترون هنا في الضوء الأخضر موجود 18 كرتونة، وفي الضوء الأحمر مكتوب 0، هذا يدل على ما في أي من منتج مفقود. كل الديتيلز متواجد معنا هنا، تقدروا تستفسرون. للمزيد الاستفسار والإنفورميشن تقدروا تتواصلوا معنا في البريد الإلكتروني والوسائل الاجتماعي. شكرا لكم.